نحتفل اليوم باليوم الوطني الرمزي في إكسبو الصين 2019، إكسبو البستنة المتخصص في القطاع الزراعي. مشاركة دولة الإمارات هي المشاركة الأولى في إكسبو البستنة المتخصص في القطاع الزراعي، وكانت مشاركة متميزة. شهد جناحنا زيارة تقريبا 7000 زائر يوميا وإقبال كبير. تم عرض في تجربة دولة الإمارات في القطاع الزراعي وتخضير الصحراء المنبثقة من رؤية المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. علاقة دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية علاقة استراتيجية متميزة على مدى 35 عام، شهدت الكثير من الزيارات بين قيادتي البلدين. علاقة اقتصادية نوعية استراتيجية تبني عليها القيادة لما فيه خير الشعبين.